السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى ديما تكونوا بخير وعلى ألف خير. فيديو طريقة إزالة أغنية أو إضافة أغنية إلى فيديو بعد تنزيله في اليوتيوب. دابا الدراري كيبكيو ولا فيه شي موسيقى ولا تا الصوت ديالنا، بحال دابا بغينا نحيدو الصوت ديالنا، نكونوا دايرين لايف وما نبغيوش يبقى الصوت ديالنا. شحال من واحد يعني ما كيبغيش يبقى الصوت ديالو، كيديروا بريفي، بلا ما يديروا بريفي غيمشي غيبدلوا الموسيقى من تما، غير هو شويه فيه شويه ديال الوقت حيت الموسيقى ما كتفوتش 4 دقائق هذيك اللي دايرين هما، ديك الموسيقى اللي حيت الموسيقى اصلا هما دايرينها في استوديو، داك ملي كتدخل من استوديو اليوتيوب تحت الفيديو كتلقى هو شي موسيقى وما كتفوتش يعني المقاطع اللي فيها 4 دقائق، وهذوك راه مصرحه بهم اليوتيوب، يعني ما كاين حتى مشكل الا نزلتيهم. والطريقه كتدخل من استوديو اليوتيوب من بعد استوديو، الا بغيتي تدخل من التليفون راه كتدخل من التليفون، كتمشي كتدخل لجوجل كروم كتبرك على 3 النقاط اللي لتحت كترجعو كترجع كتكليكي على داك الكارو اللي قبلت سطح المكتب، كيرجع لك بحال الا خدام في الكمبيوتر بحال الا خدام في البيسي. ومن بعد كتدخل القناة ديالك كتكليكي على الصورة كتعطيك لتحت كتعطيك استوديو اليوتيوب، كتدخل من استوديو اليوتيوب من بعد كتدخل مدير الفيديو، من مدير الفيديو كتمشي للفيديوهات كتختار هذاك اللي بغيتي تبدل له الصوت، ملي كتختار هذاك اللي بغيتي تبدل له الصوت كتكليكي على الكتاب على العنوان باش يعطيك الفيديو كامل، وفوق منه كاينين بزاف ديال الخانات، وانت غتمشي لداك الخانه اللي فيها الصوت راه مكتوب فوق منها الصوت على حسب كل واحد شنو باش دايرو، كاين اللي دايرو بالفرنسي بالانجليزيه. المهم كتكليكي على داك اللي فيها العلامه ديال الصوت، كتكليكي على داك اللي فيها الصوت، ومن تحت داك الساعه كطيح لك كيطيحوا لك الاغاني، من دوك الاغاني كتختار الاغنيه اللي عجبتك وديرها. هذيك راه مصالحه بهم اليوتيوب، راه في الجنب ديالك كاينه واحد سميتو راه تقرا تما، راه اليوتيوب هي اللي مصالحه بديك الاغاني اللي كاينين تما، وكتكليكي على الاغنيه اللي بغيتي وموراها كتختارها كتحطها فين ما بغيتي، راه كتحكم فيها داك الساعه كتحكم فيها تحطها فين ما بغيتي، كدير حفظ عاوتاني الا كان الفيديو كبير عاوتاني غترجع نفس الطريقه وتزيد لها، وكتبقى تزيد لها كترجع كدير حفظ وتزيد لها الا كان الفيديو كبير. صافي فاش كدير حفظ التغييرات صافي راه كتسجل كيتسجل داكشي كامل. وشكرا على المتابعه، واللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يخليه في التعليق نجاوبو عليه، ما كان حتى مشكل.